هذول بالفريق راهم كاليفي الوداد فرق كبير يعني حسب منا يعني في الكاتر ماتش اوني اون دي بوين لعبنا على الاكستيريور لعبنا كيما بغينا نلعبو حنايا يعني الدراري جيرو لي ماتش على الاكستيريور كيف ما بغينا حنا لعبنا يعني في بيترو اتليتيكو في انغولا ولعبنا يعني في بوركينا فاسو مع كايزر شيفت ولعبنا مع فريق حوري كنا كرهنا ولعبنا معهم اللي تما في غينيا فرق كان منظم الحمد لله عندنا ان جروب ريش عندنا ان افكتيف اللي بكل صراحه كي كتشاغلوا بجديه كنشكرهم على الانضباط ديالهم لان بكل صراحه هادشي كيدل كيدل بان الوداد ديما فريق كبير ولعابه اللي كيدخل كيعطي احسن ما عنده دابا شوف دابا الكره كتلعب ماتش ماتش دابا حنا باقي ما وصلناش حنا لا كانت عندنا مباراه اليوم اليوم حزيمه اللعابه كانوا بيان اورغانيزي كيف ما قلت يعني في الكات مومون دي جو في الاورغانيزاسيون ديفونسيف وفي لا ترانزيسيون ديفونسيف وفي الاورغانيزاسيون اوفونسيف لا ترانزيسيون اوفونسيف وفي لي بارزا كنا افيكاس خدمنا لعبه طبقوا داكشي في خدمة الملعب كان تركيز عالي ولعب هذا اهم شي عزمنا بغينا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه كما شفتوا كنا نقدروا ماركيو اكثر كنا نخرجوا بهذه النتيجه اكثر ما تاثرش هذه النتيجه 2-0 نتيجه مزيانه وان شاء الله حنا هذا العام عازمين اننا نحسموا البطوله ان شاء الله. كيفاش كانت الفرحه في مصنع الملابس بديع؟ هو فرحه عاديه يعني باقي مشوار طويل في البطوله ان شاء الله نقول الكلمه ديالنا من باقي المقابلات.